نعم هذا الشيخ شاب لبس شراب من النوع الخفيف. ايش؟ من النوع الخفيف. نعم. الذي تدين البشر. نعم. ومسح عليه ثلاث صلوات، وعلم بأن الشراب خفيف لا يجزي المسح عليه. هل عليه الإمام؟ أول بسألك ليش قلت شاب؟ وغير الشاب ما يفعل مثل هذا؟ وقع. ها؟ وقع. أو بين الواقع. على كل حال المسح على الشراب الخفيف جائز، لأن ما في دليل على أنه لابد أن لا يصف البشر. فهمت؟ هنا ولا شيء عليه.